يحكى أن رجلا قابل امرأة فقال لها: كم أنت جميلة؟ فأجابته بقول: ليتك جميل لأبادلك نفس الكلام. فقال: لا بأس، اكذبي علي كما كذبت عليك. وفي أحد الأيام أقبل جحا على قرية، فرد عليه أحد أفرادها قائلا: لم أعرفك يا جحا إلا بحمارك. فقال جحا: الحمير تعرف بعضها. ويقال أن رجلا أراد إحراج المتنبي، فقال له: رأيتك من بعيد فظننتك امرأة. ولكن المتنبي أجابه: وأنا أيضا رأيتك من بعيد فظننتك رجلا. وفي ذات يوم التقى الجاحظ بامرأة قبيحة في أحد حوانيت بغداد، فقال لها: وإذا الوحوش حشرت. فنظرت إليه المرأة وقالت: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ويقال أن أعرابيا أكل عند أمير وكان شرها جدا، فقال الأمير له: ما لك تأكل الخروف وكأن أمه نطحت؟ فرد عليه الأعرابي وقال: وما لك تشفق عليه وكأن أمه أرضعتك. وفي أحد شوارع باريس أطلت نجمة إنجليزية بغرورها على الأديب الفرنسي هنري جانسون، وقالت له: إنه لأمر مزعج، فأنا لا أتمكن من إبقاء أظافري نظيفة في باريس. ولكن الأديب رد عليها وقال: لأنك تحكين نفسك كثيرا. سئل ذات مرة بشار بن برد من رجل فظ فقال: ما أعمى الله رجلا إلا عوضه، فبماذا عوضك الله؟ فقال بشار: بأن لا أرى أمثالك. وفي عصر الأولين تزوج أعمى امرأة فقالت له: لو رأيت بياضي وحسني لعجبت. فقال لها الأعمى: لو كنت كما تقولين ما تركك المبصرون لي. ويروى أن رجلا قال لامرأته: ما خلق الله أحب إلي منك؟ فأجابت: ولا أبغض إلي منك. فقال لها: الحمد لله الذي آتاني ما أحب وابتلاك بما تكرهين. اعترض أحد المغرورين الكاتب الشهير برنارد شو وقال له: أنا أفضل منك، فإنك تكتب بحثا عن المال وأنا أكتب بحثا عن الشرف. فقال له برنارد: صدقت، فكل منا يبحث عما ينقصه. وفي ذات مرة ذهب أحد الثقلاء إلى شيخ عالم مريض وجلس عنده مدة طويلة، ثم قال له: أوصني أيها الشيخ الجليل. فقال له موصيا: إذا دخلت على مريض فلا تطل الجلوس عنده. ويروى أن شابا سأل أحد الحكماء فقال له: كم تعد؟ بمعنى كم عمرك؟ فقال له الحكيم: أعد من الواحد إلى ألف ألف. فقال الشاب: لا أقصد هذا. فرد عليه الحكيم وقال: وماذا قصدت؟ قال: قصدت كم تعد من السن. فأجابه الحكيم: 32، 16 سنا من الأعلى و16 سنا من الأسفل. فقال الشاب: لم أرد هذا. فأجابه: وماذا أردت؟ فقال: أردت أن أقول: ما سنك؟ فقال له: سني من العظم. فغضب الشاب وقال: كم لك من السنين؟ فأجابه: ما لي منها شيء، كلها لله عز وجل. فغير الشاب سؤاله وقال: فابن كم أنت؟ فأجابه: ابن 2، أم وأب. فنفذ صبر الشاب وقال: يا أيها الحكيم، كم أتى عليك؟ فأجابه: لو أتى علي شيء لقتلني. فانفجر الشاب في وجهه وقال: فكيف أقول؟ فأجابه الحكيم بهدوء وقال له: قل كم مضى من عمرك. وفي العصر الحديث ركبت سيدة بدينة جدا أحد حافلات النقل العام، فأهانها أحد الركاب قائلا: لم أعلم أن هذه الحافلة مخصصة للفيلة. فردت عليه السيدة بهدوء وقالت له: لا يا سيدي، هذه الحافلة كسفينة نوح، تركبها الفيلة والحمير أيضا. وفي ذات يوم كانت امرأة تسوق أربعة من الحمير، وإذا بشابين سارا بجانبها وقالا لها: صباح الخير يا أم الحمير. فأجابتهم على الفور: صباح النور يا أولادي. ويروى أن رجلا مسنا قد أحنى ظهره الزمن كان يسير في الطريق، فقال له شاب بسخرية: بكم القوس يا عم؟ فأجابه العجوز: إن أطال الله عمرك سيأتيك بلا ثمن.
روي في كتب الحكماء أن عجوزا دخلت إلى الملك تشكو إليه بعض جنوده الذين قاموا بسرقة ماشيتها وهي نائمة، فقال لها الملك: كان عليك أن تسهري لحراسة مواشيك عوضا أن تنامي عليها. فقالت له: ظننتك ساهرا على راحتنا، فنمت مطمئنة البال. وفي إحدى مناظرات الشيخ الجليل أحمد ديدات رحمه الله سأله أحد الملحدين فقال: كيف سيكون شعورك إذا اكتشفت بعد موتك أن الآخرة مجرد كذبة؟ فقال له الشيخ: لن يكون أسوأ من شعورك عندما تكتشف أنها حقيقة. وفي ذات يوم قابل الملك فيصل رحمه الله وزير الخارجية الأمريكي بعدما أوقف ضخ البترول إلى الولايات المتحدة، فقال له الوزير الأمريكي: إن طائرتي تقف في المطار بسبب نفاد الوقود، هل تأمر سيادتك بتموينها مقابل السعر الذي تريد؟ فرد عليه الملك قائلا: أنا رجل طاعن في السن، وأمنيتي أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى، وهذا هو السعر الذي أريد. يحكى أنه في زمن الخليفة الرشيد أنه خرج إلى الحج، فلما كان بظاهر الكوفة إذ بصر بهلول وخلفه الصبيان وهو يعدو، فقال: من هذا؟ قالوا: بهلول المجنون. فقال الرشيد: كنت أشتهي أن أراه، فادعوه إلي من غير ترويع. فقالوا: أجب أمير المؤمنين يا بهلول، ولكنه لم يستجب. فقال الرشيد: السلام عليك يا بهلول. فقال: وعليك السلام يا أمير المؤمنين. قال: كنت إليك بالأشواق. فأجابه بهلول: لكنني لم أشتق إليك. فسأله الرشيد أن يعظه، فقال له: وبما أعظك؟ هذه قصورهم وهذه قبورهم. فقال: زدني فقد أحسنت. فقال: يا أمير المؤمنين، من رزقه الله مالا وجمالا فعف في جماله وواسى في ماله، كتب في ديوان الأبرار. فظن الرشيد أنه يريد شيئا، فقال: قد أمرنا لك أن تقضي دينك. فقال: لا يا أمير المؤمنين، لا يقضى الدين بدين، رد الحق على أهله واقضي دين نفسك بنفسك. فقال: فإنا قد أمرنا أن يجرى عليك. فقال بهلول ضاحكا: أترى الله يعطيك وينساني؟ ثم ولى عنه هاربا. وفي ذات يوم دخل بهلول على الخليفة وقال: يا أمير المؤمنين، أقر الله عينك وفرحك بما أعطاك، لقد حكمت فقصدت. قال له الخليفة: ومن تكون؟ فأجابه: رجل سلب حرسك ماله. فأمر الخليفة برد ماله، ثم التفت إلى الحاضرين وقال لهم: ماذا قال هذا الرجل؟ وهو يعلم أنهم لم يفهموا كلامه. فقالوا له: ما نراه إلا قال خيرا. فأجابهم الخليفة: ما أراكم فهمتم من شيء، أما قوله أقر الله عينك أي أسكنها، وإذا سكنت عن الحركة عميت، وأما قوله فرحك الله بما أعطاك فذلك أخذه من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، وأما قوله لقد حكمت فقصدت فقد أخذه أيضا من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يحكى أن تاجرا في بغداد نوى لله حج البيت الحرام، فاستأمن القاضي على بعض ماله، ولما عاد التاجر من الحج أنكر القاضي عليه المال وادعى أن الأمانة أكلتها الفئران. فأخذ التاجر يسير في الطرقات وهو يبكي، فرآه بهلول وعرف أمره وقال له: لا عليك، وأوكل الأمر إلى الله، ولا تخف ولا تبكي، فمالك سيعود إليك غدا إن شاء الله. وفي يوم الغد ذهب بهلول إلى الخليفة وهو يبكي وقال له: يا أمير المؤمنين، لقد وليت فلانا الإمارة وفلانا آخر تلك الإمارة. فسأله الرشيد: وماذا تريد أنت يا بهلول؟ فقال: أريد إمارة الفئران. فقال الرشيد ضاحكا: أعطوه إمارة الفئران. فأجابه بهلول: بل أريد أن تصدر مرسوما بذلك، وتعطيني حصانا وحرسا وجوقة تعزف لي. فأمر له الرشيد بما أراد، وخرج بهلول على فرسه والجوقة تعزف من ورائه وأمامه، وذهب إلى بيت القاضي وأمر عماله أن يحفروا تحت الجدار. فخرج القاضي مذعورا وقال: ماذا تعمل يا بهلول؟ فأجابه:
ألست أنا أمير الفئران؟ إن فأراً أكل مني قطعة من الذهب ودخل تحت جدار بيتك، وأني أريد أن ألقي القبض عليه. فأجابه القاضي مستغرباً: يا بهلول، كيف يأكل الفأر الذهب؟ فأجابه بهلول: كما أكلت فئرانكم ذهب التاجر، فإما أن تعيدها إليه وإما أن أهدم دارك. فأعادها القاضي إلى صاحبها وخلعها.